كنت بدور على الشاحن. تلاقيه برا عندك على السفرة. طيب ايه يا بنت اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ انا مش فاهمه انت بتراقبيني ولا ايه؟ هاتي يا بنت المرة ده. مفيش حاجه، هاتي يا بنت، هاتي حاجة. ايه ده؟ اللي انت لفاه ده؟ مش هشرح لك والله، هشرح لك يا نهارك اسود، هشرح لك والله. هفهمك. تشرحي لي ايه؟ هفهمك وين ايه ده؟ حامل؟ لا ماما صدقيني. منين؟ رحيم؟ لا رحيم اللي عمل فيكي كده. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. لا ما قلتيش ليه ساعتها؟ لا اشرحي. انتي ما قلتيش ليه ساعتها؟ امال مين؟ هشام. هشام؟ هشام 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 عمل فيكي كده؟ هشام عمل فيكي كده امتى؟ امتى فين؟ والله يا ماما ما خدتش بالي، والله انا صحيت تاني يوم خدت بالي. ما كنتش واخده بالك؟ ما كنتش واخده بالك من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا اسفه. اسفه على ايه؟ وديتينا في داهيه. هو راح فين يا بنت؟ راح فين يا بنت؟ راح فين؟ يا ريم يا ريم افتحي يا ريم افتحي افتحي بقى كده، تعملي فمك كده يا بنت. افتحي افتحي بقى. عريتينا فضحتينا فضحتينا منك لله يا ريم. ليه عملت فينا كده؟ ليه عملت فينا كده؟ عملنا فيكي ايه؟ عملنا فيكي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كنت فاكره ابو ورده هو اللي وراها. اكيد هو، بس كان محتاج زقه وانا اديتها له. انت فاكره هينتقم من داليا؟ اهو اللي حصل بقى. ابو ورده اصلي مجنون، ما حدش يعرف ايه اللي في دماغه. ايه مالك؟ زعلان على رحيم ولا ايه؟ اللي حصل حصل. فضلش بقى غير هشام اللي مديله عليك. انا عايزك تاخد حقك بدراعك. عايز نعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعمل ايه؟ هنطلع دلوقتي على المركب احنا الاتنين سوا، وريني بقى هتعمل فيه ايه. حنان ايه مالك قاعده ليه كده؟ بتعاطي ليه؟ ريم حصل لها حاجه؟ حصل لها يا حلم، يا حصل لها. ما تنطعي في ايه؟ بنتك حامل. حامل ايه؟ ريم؟ رحيم؟ هشام. بص انا عارفه اي حاجه هو حقك والله، بس حيوان تفهم الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك. ما تزوديش كسرتي، ما تزوديش كسرتي. قولي ان هو خطر وكتفك، هو شربك حاجه؟ ايوه. الكلام ده حصل فين؟ انت عارف حصل فين؟ عندي واحد زحمه، انا مش فاكره حاجه والله، مش فاكره حاجه. تغيرت، تغيرت يا ريم، شكلك اتغير، شكلك اتغير، انت ما بقيتيش ريم، انت ريم، انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها.
انت ريم اللي انا حاربت الدنيا كلها عشان بسمه من نور عينيها. دلوقتي خلاص النور بقى ضلمه. خلاص ما بقيتيش ريم. ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي. ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي. ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي. حلمي رايح فين؟ ما تضيعش نفسك يا حلمي. حلمي ايه؟ طب تمام تمام، مع السلامة دلوقتي. قبضوا على بوردة ورجالته. حلو قوي عظمته، اللهم صل على النبي. يلا في داهية، مع ان يعني بيتهيألي ابو وردة ده اكيد هيخرج منها. المهم انه هينزل من العودين الكام يوم اللي جايين دول. بس انا عايزك في حاجة تانية، المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك. زيع انت بس عظمته وما تشغلش بالك بأي حاجة. طب ركز معايا بقى وطرطقلي ودانك على الاخر. عايز ايه يا زياد؟ انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسه. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. استنى اكتر من كده، ميعاد سفري قرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعة يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة. يلا بسرعة بنت اشتري. يلا طب ربنا ما يحرمني من لمتكو دي. ايه في ايه؟ مالكم؟ الله، انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد انت عملت حاجة يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني.
اللي قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد لا لا طبعا. زياد ايه؟ ادعي له بالرحمه، ادعي له بالرحمه. رحمه انت كمان. زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني؟ ابني انا؟ هو فين؟ المزرعه. مزرعه ايه؟ غيرك انت يا رحيم. طب وعزة جلال في الله ما هتحضر دفنة ابني يا رحيم؟